الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين، لا اله الا هو الرحمن الرحيم، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنواصل ما كنا قد تكلمنا عن في بيان تفسير قول الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله، فنسال الله ان يفتح لنا في فهم كتابه وان يجعلنا من المتدبرين لاياته وان يرزقنا العمل بما فيه والدعوه اليه واتم الحج والعمره. قال الله جل وعلا في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا موضع حديثنا هذا الصباح، فنسأله جل وعلا أن يفتح لنا في فهم كتابه. يقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه الآية فسرها الإمام البخاري بما نقل عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه، لكن قبل أن نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، الحج له عدة أنواع من حيث صفة النسك، فمنه ما هو إفراد ومنه ما هو قران ومنه ما هو تمتع، هكذا يقسم العلماء أنواع النسك في كل المذاهب، فمنه ما هو إفراد وسمي إفرادا لأن الحاج يجعل سفره للحج فقط، ومنه ما هو تمتع وهو أن يجمع نسكين في سفر واحد. وهذا التمتع له صورتان، المتعة الخاصة والقران. المتعة الخاصة هي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه، وأما القران فهو أن يلبي بالحج والعمرة جميعا من أول
دخوله في النسك يقول لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة في حجة، أو يقول شيئا من هذا الكلام الذي يفيد الجمع بين النسكين العمرة والحج بعمل واحد. الله جل وعلا ذكر هذه الأنساك في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فذكر الحج وذكر العمرة على وجه الانفراد، وذكر جمعهما في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذه الأنساك دل عليها القرآن ودلت عليها السنة وأجمع عليها علماء الأمة. ففي بيان قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ذكر الإمام البخاري هذا الحديث، نستمع إليه في تفسير عمران للآية، ثم نرجع لذكر بقية الأقوال التي قيلت في معناها. باب قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فسر المتعة التي جاءت في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بما فعله أكثر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمعت عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق أنواع إحرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، هذا القسم الأول، ومنا من أهل بحج هذا القسم الثاني، ومنا من أهل بعمرة وحج هذا القسم الثالث. فتبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنساك. الأول منهم من أحرم بعمرة وهؤلاء هم المتمتعون، ومنهم من أحرم بحج فقط وهؤلاء هم المفردون، ومنهم من أحرم بحج وعمرة وهؤلاء هم القارنون. وسموا قارنين لأنهم أتوا بنسكين في عمل واحد وليس فقط في سفر واحد، بل السفر الواحد مشترك بين المتمتع وبين القارن، لكن الفارق بين المتمتع والقارن أن القارن جمع الحج والعمرة في عمل واحد، بمعنى أن طوافه وسعيه يسعه لحجه وعمرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فالقارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويجزيه عن النسكين، عن الحج وعن العمرة. أما المتمتع فهو يجمع نسكين في سفر واحد، وهذا وصف مشترك بينه وبين القارن. لكن الذي يتميز به المتمتع أنه إذا فرغ من عمرته تحلل، أتى بالعمرة كاملة وتحلل منها وعاد كما كان قبل إحرامه، أي حلالا يفعل ما يشاء، لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرمين. حتى إذا كان يوم الثامن أحرم بالحج، لبى بالحج، فكان متمتعا من جهة جمع نسكين في سفر واحد، وإلا من حيث العمل كل نسك له عمله الذي يخصه. والذي فعله أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم
هو هذا هو هذه الصورة. إلا نفرا قليلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قد ساقوا الهدي فبقوا على إحرامهم كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة قارنا صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي، ساق الهدي آتابه معه من خارج الحرم، فبقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه حتى تحلل من نسكه من عمرته وحجه يوم النحر بأعمال التحلل التي تكون يوم النحر. أما المتمتعون وهم الذين لم يسوقوا الهدي فقد تحللوا، لأن النبي وصل إلى مكة في اليوم الرابع ضحى يوم الرابع من ذي الحجة صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، فلما فرغوا من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة أمر أصحابه فقال من لم يسوق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وهكذا كان غالب الذين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت هذه حالهم، لم يكونوا قد ساقوا الهدي إلا نفر قليل جاءوا بالهدي معهم، فهؤلاء بقوا على إحرامهم كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه. فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر من الهدي، ما تيسر من الهدي. والهدي يطلق على ما يذبح من بهيمة الأرعام، ما يطلق على ما يذبح من بهيمة الأنعام مما يتقرب به إلى الله عز وجل، ويشمل ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، كل هذا من بهيمة الأنعام التي يشملها قوله جل وعلا فما استيسر من الهدي. وأيسر ذلك إيش؟ أن يذبح شاة. ولذلك فسرت هذه الآية بذبح شاة، وهذه الشاة التي تذبح شاة تقرب وتعبد الله عز وجل، وليست فداء عن خطأ أو عن تقصير أو عن ترك واجب، بل هي قربة. ولذلك يسن لصاحبها أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي. أما الفداء الذي يكون عن ارتكاب محظور أو ترك واجب فهذا لا يجوز أن يأكل منه، بل يجب إخراجه لفقراء الحرم، كما قال تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالفدية لا يأكل منها. أما النسك وهو ما يذبحه المتمتع فإنه يأكل منه. فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يشمل صورتين: القران والتمتع. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فسرها بالمتعة التي وقعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنزلت آية المتعة، يقصد هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، أنزلت آية المتعة في كتاب الله، أي أنها أنزلت ولم تنسخ، بل هي باقية في كتاب الله، لم تنسخ لفظا ولا حكما، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم أن من لم يسق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة، ولم ينزل قرآن يحرمها، أي لم يأتي بعد ذلك شيء في القرآن ينسخ مشروعيتها وأنها من الأنساك التي يتقرب إلى الله تعالى بها، ولم ينهى عنها أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، أي لم ينقل عنه أنه نهى عنها إلى أن مات. قال يقول عمران رضي الله تعالى عنه قال رجل برأيه ما شاء، يعني بعد هذا ليقل كل رجل برأيه ما شاء، يعني يريد بذلك رد كل قول يخالف ما دل عليه القرآن وأنه من أقوال الرجال وليس شيئا مما يستفاد من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال
قال رجل برأيه ما شاء، يعني فلا يهم ولا يشكل علينا ما يقوله من خالف ما دل عليه الكتاب وما جاء عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وهو بهذا يشير إلى اجتهاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقبله عمر، بل وقيل أبو بكر أيضا، اجتهاد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يزهدون الناس في التمتع ويندبونهم إلى الإفراد، والسبب في هذا رغبتهم رضي الله تعالى عنهم في ألا يبقى البيت مهجورا، في ألا يبقى البيت مهجورا لا يؤتى إليه إلا في حج، لا سيما في الزمن السابق الذي كان الناس فيه على نحو من المشقة والعسر في وصولهم إلى البيت الحرام ما هو معروف، فالذي يأتي من أقاصي الدنيا بل الذي يأتي من جزيرة العرب يتعرض لآفات وأخطار في طريقه تجعله لا ينشط في تكرار المجيء. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه تقدم أنه كان يحج عاما وإيش ويعتمر عاما لأجل ما في المجيء من مشقة وعناء، وهذا ملموس الآن، الذين يأتون بالسيارات من جهات الجزيرة يجدون عانة ومشقة مع أنها سيارات وطرق معبدة ومحطات ويمر بمدن ويمكن أن يكون مشبها للمقيم في راحته، لكن مع هذا لا يخلو من عناء. فكيف في الزمن السابق عندما كانوا يسلكون المسالك المعهودة في وقتهم من ركوب الإبل أو الخيل أو غير ذلك من الدواب، بل أحيانا يمشون على أرجلهم كما قال الله تعالى في ما قصه من دعوة إبراهيم وأمره به، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قال يأتوك رجالا، فقدم المجيء بالأقدام، قوله يأتوك رجالا أي حال كونهم يسيرون على أقدامهم غير راكبين، أو وعلى كل ضامر أي على كل دابة مهيئة بالتضمير للارتحال والانتقال. فبالتأكيد أن الأمر كان فيه عسر ومشقة، فكان الناس لا يعمرون البيت على مدار السنة بل يكتفون بالحج ويأتون فيه بمتعة بحج وعمرة ويكتفون بذلك. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر قبله وعثمان كانوا ينهون عن المتعة، أي يأمرون الناس بترك المتعة، ترك المتعة لأجل أي شيء، لأجل أن يأتوا البيت في غير أشهر الحج بعمرة، فيأتون في سفر لعمرة وفي سفر لحج، وهذا من اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم. وقد عارض عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك علي، فلما سمع علي عثمان ينهى عن المتعة أظهر رضي الله تعالى عنه المتعة وفعلها ولبى بها. فالمقصود أن عمران في قوله قال رجل برأيه ما شاء أراد أن يشير إلى اجتهاد من منع المتعة لأجل عمارة البيت، وأنه اجتهاد في غير محله بل هو اجتهاد في مقابلة النص، هذا مراده رضي الله تعالى عنه. وقد جرى في هذه المسألة مناقشة، لأن الذي نهى عن العمرة في الحج أي التمتع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وتبعهم عثمان، وهؤلاء جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بدلالة النصوص. ولذلك لما ناقش ابن عباس من ناقش في هذه المسألة قالوا له ولكن أبا بكر وعمر ينهيان عنها عن المتعة،
فقال أقول لكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم الحجارة رضي الله تعالى عنه. عظم عليه معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره، لكن ماذا قال له من تلقى عنه؟ قال هما أعلم به منك، هما يعني أبو بكر وعمر أعلم بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ومراده ومعنى كلامه منك، وهما وهم صادقون في هذا. لا يكن لا يعني هذا أن يكون اجتهادهما مطلقا صواب، لكن قل بل لا يمكن أن يجتمع اجتهادهما رضي الله تعالى عنهما على شيء ويكون الصواب في غيره. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فالمقصود أن قوله رضي الله تعالى عنه قال رجل برأي ما شاء إشارة إلى هذا الخلاف. ما هي دلالة الآية في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج؟ ذكر الإمام الطبري رحمه الله في ذلك جملة من الأقوال تصل إلى ستة أقوال في الصور التي تندرج تحت قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. واستقصاء تلك الصور يطول به المقام، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن أولى الأقوال في ذلك أن من لم يتمكن، أن من أتى في سفره بحج وعمرة سواء كان قارنا أو كان قد أفرد كل نسك بعمل خاص فإنه يجب عليه فدية لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأما الصور الأخرى التي ذكرها رضي الله تعالى عنه فإنها محتملة وفي إيجاب الهدي خلاف، لكن العلماء يشبه أن يجمعوا على أن من جاء بحج وعمرة في سفرة واحدة سواء كان في المتعة الخاصة أو كان قارنا، والمتعة الخاصة هي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، فإنه يجب عليه هدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. هذا الحديث الشريف فيه جملة من الفوائد، من فوائده الاحتجاج بالقرآن والسنة في مقابلة قول كائن من كان، فإن الحجة والمرجع عند التنازع إلى قول الله ورسوله. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه إلى الله والرسول. فالواجب في كل نزاع أن ينشرح صدرك للرد إلى كلام الله وكلام رسوله. إذا وجدت في نفسك حرجا من هذا فراجع إيمانك، لأن هذا مؤشر خطير أن لا يجد الإنسان انشراحا في الرد إلى الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول في محكم كتابه فلا وربك لا يؤمنون، الله عز وجل يقسم بنفسه جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر يعني وقع فيه خلاف، وسمي الخلاف شجر لأنه يشتبك ويختلط وتضطرب أموره، فلذلك سمي الخلاف شجرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس فقط يقبلوا بل لا بد في الابتداء من سلامة الصدر، فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا دليل كمال الانقياد وكمال الاتباع وكمال الاستسلام. فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي ينقادوا انقيادا كاملا تاما لما قضيت ولما حكمت. وليس فقط الانقياد التام الكامل في الصورة، بل قبل ذلك انقياد القلب بانتفاء كل حرج يمكن أن يتطرق إلى القلب. وفي الحديث من الفوائد جواز النسخ، أي يجوز أن ينقل الحكم السابق بحكم لاحق، كما قال تعالى وما ننسخ من آية أو ننسها
نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل يحدث في أحكام شرعه ما شاء وله الحكمة في ذلك. فما من نسخ إلا وتجد من حكم التشريع وأسراره ما يبهر العقول. فهذا الدين من لدن حكيم خبير جل في علاه، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يتطرق إليه نقص، بل هو متقن في غاية الإتقان. يدل لذلك قول الباري جل في علاه: ألف لام راء كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يتطرق إلى قلبك أدنى حرج. وهنا سبحان الله، يعني في ذكر الآيات التي بعد الآيات التي فيها حروف مقطعة تمجيد الكتاب، لكن في أول سورة بعد الفاتحة وهي سورة البقرة جاء الله تعالى بما هو كالتحدي لكل أحد أن يوجد في هذا الكتاب ما يمكن أن يكون مطعنا أو منقصة. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، ها ذلك الكتاب لا ريب فيه. يحدثني أحد المهتمين بإسلام ودعوة غير المسلمين أن كاتبا شهيرا له مؤلفات في تتبع الإسلام ونقده والطعن فيه والنيل منه، اطلع على نسخة من القرآن ففتح أول القرآن بنسخة مترجمة، فإذا بعد الفاتحة قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول: لما قرأت هذا التفسير للآية شعرت بالتحدي، شعرت بالتحدي، لأنه ما في كاتب يكتب كتاب ويقول هذا كتاب ما يمكن، يستحيل أن تجد فيه ما هو ما فيه شك أو ما فيه ريب أو ما فيه مطعن أو ما فيه نقص، يستحيل أن تجد كاتبا يكتب في كتابه أول ما كتب في كتابه إنه هذا الكتاب ما فيه خطأ، ما فيه نقص، ما فيه شك، ما فيه مطعن، إلا أن يكون كتابا متقنا. يقول: فهذه الآية استوقفتني فطلبت ريبا في القرآن من أوله إلى آخره لم أجد فيه شيئا. هذا الذي كان يكتب في طعن الإسلام والنيل منه شرح الله صدره للإسلام فأسلم، أسلم بهذا التحدي في أول سورة مع عدو، وليس مؤمن مصدق أو قابل، بل عدو يقرأ القرآن على وجه التحدي وطلب النقص، يقول: خلنا نشوف هذا القرآن الذي يعظمه المسلمون ما هو، فيقرأ في أول ما يقرأ: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. سبحان الله، ما أعظم هذا الكتاب، فهو كلام العليم الحكيم جل في علاه الذي قال في محكم كتابه: ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته، أحكمت، وتأمل كيف هذا الجزم أحكمت، والإحكام هو تمام الإتقان، أحكمت آياته ثم فصلت بينت وضحت. وهذا التفصيل والبيان من لدن حكيم خبير جل في علاه، فهو العليم بدقائق وتفاصيل ما في هذا الكتاب مما يصدق عليه أنه لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جل في علاه سبحانه وبحمده. لذلك من المهم أيها المؤمنون أن يستشعر الإنسان عظمة هذا الكتاب، وأن ما فيه نور وهداية، وهو يهدي إلى صراط مستقيم، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. في هذا الحديث في كلام عمران رضي الله تعالى عنه من الفوائد أن المؤمن يستمسك بما علم من كتاب الله وسنة رسوله حتى يأتيه ما ينقله عنهما، فإنه قال رضي الله تعالى عنه: أنزلت آية المتعة في كتاب الله،
ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل يدل على ثبوت المتعة وصحتها. ولم ينزل قرآن يحرمه، أي يحرم المتعة، ولم ينهى عنه حتى مات، فلا وجه لترك هذا الأصل الذي نزل به القرآن وفعلوه مع سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن المؤمن إذا تبين له شيء من كتاب الله على بصيرة وليس على عمى، على هدى وليس على ضلال، على رشد وليس على غيب، فينبغي أن يستمسك به، إلا أن يتبين له خطأ فهمه. وأنا أكدت المعنى بثلاث مؤكدات: على هدى وليس على ضلال، وعلى علم وليس على جهل، وعلى رشد وليس على غيب. لأن من الناس من يستمسك بآية بناء على ما فهم ويظن أنها حق دون أن يرجع إلى كلام العلماء، دون أن يرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيضل ويضل ويحمل كلام الله عز وجل ما لا يحتمل. فينبغي المؤمن أن يكون على غاية الحذر فيما يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل، فلا تقل في كلام الله شيئا من قبل رأيك مما تخالف به ما دلت عليه النصوص، أو جاء بيانه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو جرى عليه فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا يوردك المهالك. وقد قال الصديق رضي الله تعالى عنه فيما حفظ عنه كلمة عظيمة، قال: أي أرض تقلني، يعني تحملني، أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله برأيي، يعني من قبل نفسي دون رجوع إلى بيان الله أو بيان رسوله أو ما تبادر إلى الفهم مما يعرفه الإنسان في كلام العرب. فينبغي المؤمن أن يتأنى ويتريث، وإذا تبين له شيء من كلام الله عز وجل فليستمسك به حتى يأتي ما ينقله، كما فعل عمران رضي الله تعالى عنه حيث قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. وفيه أنه مهما علت قدم الإنسان فقد يخطئ في فهم شيء من كلام الله عز وجل، فالرد في هذه الحال إلى ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة في بيان الكتاب، ويرد على المخطئ خطأه. هذا بعض ما في هذا الحديث أو هذا التفسير من عمران رضي الله تعالى عنه من الفوائد. ننتقل للباب الذي يليه. نعم. باب قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الكرمون جنة وثم ذات أسواقا في الجاهلية، فتأثروا أن يتجهوا في المواسم فنزلت قول الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. نقرأ الآية ثم نعلق على معناها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذه الآيات ذكر الله تعالى فيها ما ينبغي أن يكون عليه الحاج بعد أمره جل وعلا بإتمام الحج والعمرة، ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الحاج أثناء نسكه، وهذا أيضا في حق المعتمر، لأن الحج والعمرة تداخلتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. ولما سأله الرجل عن ماذا يصنع في عمرته قال: اصنع في عمرتك ما كنت تصنعه في حجك. فدل هذا على أن أحكام العمرة والحج متداخلة. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي له أشهر محددة، وهذه الأشهر تبتدئ من شهر شوال، من دخول شهر شوال، من خروج رمضان تبتدئ أشهر الحج، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. هذه ثلاثة أشهر هي أشهر الحج، وقيل بل العشر الأول من ذي الحجة. فقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي من لبى فيهن بالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا المأمور والمطلوب ممن دخل في نسك الحج. ثم قال: وما تفعل من خير يعلمه الله، أي وما تفعل من عمل صالح خفي أو معلن، ظاهر أو مستتر، فإن الله تعالى يعلمه، وإذا كان يعلمه فإنه سيثيب عليه. ولا تطلب الثواب على عمل إلا منه جل وعلا. ثم قال جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا لمعادكم بكل صالحة تكون رفعة في درجاتكم وحطا في سيئاتكم. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصده. فحري بك أيها المؤمن أن تتزود، ليس فقط في حجك وعمرتك بل في كل حياتك. الحياة مشروع تزود بالتقوى، مشروع تزود بالحسنات، لأن القيامة ليس فيها ما ينفع إلا ما كان من عمل صالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون، وإنما ذكر المال والبنون لأنها أكبر ما يتقوى به الإنسان في الدنيا وأعظم ما يلتفت إليه أكثر الناس، وهما إشارة إلى أنه لا ينفع شيء مما يتعلق بالدنيا، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا قبيلة ولا جاه ولا منصب ولا شيء من أمور الدنيا بالكلية، إلا من أتى الله بقلب سليم. وإنما تأتي الله بقلب سليم إذا أخلصت لله وخلصت قلبك من الشرك، إذا خلصت قلبك من النفاق، إذا خلصت قلبك من الكبر والعجب والرياء وسائر الآفات. طهر قلبك من الحسد والحقد والغل حتى تفد على الله عز وجل بقلب سليم. سلامة القلب إنما تتحصل لك بتنقيته من الشرك، فلا يكون فيه محبوب ولا معظم إلا الله جل في علاه. سلامة قلبك بأن تنقيه من النفاق، والنفاق أصله الكذب، وأن يخالف السر العلن. الثالث أن تجنبه الآفات، تجنب قلبك الآفات من الكبر والعجب وسائر ما يتطرق إلى القلب من الأمراض: الحسد، الحقد، الغل، الرياء، حتى يسلم قلبك. إذا حققت هذا قدمت على الله عز وجل بقلب سليم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم قال الله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب. أمر الله بتقواه ووجه الخطاب لمن؟ لأصحاب العقول، لأنه لا يحمل على الطاعة إلا عقل رشيد، ولا يمنع من الطاعة إلا سفه
وضعف عقل وبصر. ولهذا وصف الله تعالى المعارضين لشرعه بإيش؟ بالسفهاء، فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أما الطائعون العابدون المقبلون على الله فهم أولو الألباب، هم أولو الأبصار، هم أولو البصائر، لأنهم أدركوا حقيقة الحياة الدنيا، وهذا نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد لا علاقة له بمقدار الإدراك والذكاء، فالذكاء قدرة عقلية لإدراك الأمور، لكن الذكاء يختلف عن الزكاة، حتى ما يقول قائل نرى من الكفار من عقله راجح وعنده فهم، هذا ذكاء، والذكاء يختلف عن الزكاة. نحن نتكلم عن الزكاة وهو طهارة القلب وبصر القلب وإدراك القلب لحقيقة الحياة الدنيا، فهذا يختلف عن ذاك. فكم من ذكي لم ينفعه ذكاؤه في الوصول إلى الله عز وجل، نفعه في أمور دنيا لكنه لم ينفعه في الوصول إلى مولاه، فعند ذلك ليس من أولي الألباب. ولذلك وجه الله تعالى الأمر في الآية إلى من؟ إلى أصحاب العقول والبصائر، فقال واتقوني يا أولي الألباب، فإن كنت تحب أن تكون من أولي الألباب فخذ بخصال التقوى، فالتقوى تزيد في العقل، تزيد في البصيرة، تصلح بها الدنيا والآخرة. ثم قال جل في علاه بعد ذلك ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم، فنفي الجناح هو نفي الإثم، نفي الحرج، نفي المؤاخذة، ويفيد الإباحة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تبتغوا أي أن تطلبوا وأن تبحثوا عن فضل من ربكم. فما المقصود بالفضل هنا؟ قال مجاهد الفضل هنا المقصود به تجارة الدنيا وأجر الآخرة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي تجارة تكتسبون بها في حجكم وعملا صالحا تؤجرون به عند ربكم، فليس عليكم جناح في طلب هذين الأمرين. ودليل ذلك، دليل هذا قول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله تعالى في مقصد المجيء إلى الحج فائدتين، ليشهدوا منافع لهم فيما يتعلق بالتجارات والمكاسب، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وسبب الآية ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما قرأناه قبل قليل، حيث قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، أي هذه الأماكن كانت أسواقا يجتمع فيها العرب ويجري فيها من التبادل بين الناس في سلعهم وأموالهم ما هو معروف، ويجري أيضا بينهم تفاخر بالأحساب وطعن في الأنساب على عادة الجاهلية التي كانوا عليها، فتأثموا يعني لما كانت هذه حالهم تأثموا أي خشوا من الإثم أن يتجروا في المواسم، أي أن يتجروا في مواسم الطاعة والتقرب، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تجارة في حجكم أو في عمرتكم أو في سائر مجيئكم إلى هذا البيت المحرم للتقرب، ليس عليكم جناح في ذلك لا إثم عليكم. وقوله جل وعلا فضلا من ربكم، الفضل في القرآن يطلق ويراد به التجارة والبيع، وقد أطلق في موضعين أو عدة مواضع، من أبرز المواضع الدالة على التجارة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إيش إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا في الأرض. ثم قال وابتغوا إيش؟ من فضل الله. وابتغوا من فضل الله أي اطلبوا ما أباح الله لكم من التجارات. لماذا فسر هنا بالتجارة؟ لأنه قال وذروا البيع في السعي إلى الجمعة، وبعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي اطلبوا ما كتب الله لكم من الأرزاق بالتجارة. ومثله أيضا في سورة المزمل في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يبتغون من رزقه جل في علاه بالتجارة وأوجه التكسب المباح. فقوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي أن تبتغوا تجارة تتكسبون بها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو المعنى، لكن لا يمنع هذا ما ذكره مجاهد في تفسير الآية أن الفضل يشمل الأمرين، الفضل الدنيوي بالاكتساب والاتجار، والفضل الأخروي بالأجر والمثوبة من الله عز وجل في العمل بالصالحات واحتساب الأجر فيما يكون من الأعمال التي يكتسب بها. قال فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ثم قال فإذا أفضتم من عرفات إلى آخر الآية في ذكر أعمال الحج ومناسكه، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك بيان ذلك في القراءة القادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستمع إلى ما جاء من أسئلة.